السلام عليكم، شلون الشباب؟ ورجعت لكم فيديو جديد. انت وتابع الفيديو حط لايك الفيديو وتابع حسابي على انستغرام، حاط لك اياه بصندوق الوصف. في هذه الفتره راح نهتم طلاب الاعداديه اللي انتقلوا للجامعه، وراح نحكي بكم موضوع لازم نتناقش كلنا ويا بعض حتى ما يخطئون مثل ما غلطوا غيرهم وغيرهم. وانا لما غلطت لما كنت طالب اعداديه ومنتقل للكليه. فاليوم راح نحكي على كم موضوع الكل لازم يستفاد من عنده. وطبعا هذا الموضوع مو فقط راح يقتصر على طلاب الناجحين من السادس اعدادي للكليه، تقريبا على اغلب طلاب الكليه، بكون انه الموسم بعده ما نبلش. فعندي كم نقطه اريد انبهكم عليها حتى لما تطبون هذه السنه تطبون باشياء مختلفه. خلينا نتفق في اتفاق انه حياه الاعداديه ودراسة المدرسة تختلف اختلاف جذري عن حياة الجامعة، بس مو هذا الاختلاف اللي انتم متخيليه كأنما جنة وعالم وردي او ما شابه. كل ما بالموضوع مكان يختلف نوعا عن بناية المدرسة، واكو اختلاف ما بين الشباب والبنات. كل ما بالموضوع بدراسة وبالتزام وبي هذه التفاصيل كلها. فلا تتوقعون انه حياة الجامعة حياة وردية او حياة يعني واو، وبنفس الوقت هي حياة حلوة وحتتونسون بها إذا أنتوا قررتوا أن تتونسون بالشيء المعقول. فاليوم عندي كم ملاحظة بسيطة. طلاب السادس اللي منتقلين للجامعة، نقطة رقم واحد وهذه أهم شيء، كون أنت عندك بعد كم شهر يلا يبلش الموسم الدراسي الجديد. النقطة شنية؟ بعد ما تشوف هذا الفيديو على طول، ثاني يوم شرد من عندك تتوجه للجيم. أول نقطة لازم تهتمون بها اللي هي أجسامكم. لازم تهتمون بأجسامكم، لأنه إذا اهتميت بجسمك وبنيت جسم رياضي صحيح وعضلات صحيحة، فأضمن أنه أنت مبدئيا شكلك والكاريزما مالتك الخارجية بالإضافة للملابس حتكون 10 على 10. فأول موضوع أنا طبعا محضر لكم إياه مستقبلا إن شاء الله، إذا رجع تفاعل القناة ورجعنا أنه الفيديوهات تسوي لي حماس، راح أسوي لكم موضوع خاص بس الطلاب الكلية، راح أحكي بيه على المنهج الرياضي، على الوجبات، على هواية تفاصيل. ولربما راح نسوي، لربما إذا كان التفاعل إيجابي، لربما أسوي لكم بودكاست ممكن ويا شباب من الجامعة. كل أسبوعين نستضيف شاب أو شابية يحكون على مشاكل، وراح يصير في برنامج جديد وحلو في حال أكو تفاعل وسويتوا لي واهس مثل أيام قبل. على كل حال، فالموضوع الأول أريد من عندك أنه أنت تتوجه ثاني يوم للقاعة للجيم على طول وتتمرن وتدخل على فيديوهات صحيحة وتتعلم التمارين الصحيحة وتتعلم على الوجبات وتبني بناء صحيح. لو أنت مبدئيا بس تبني جسم رياضي صحيح، الثقة مالتك بنفسك راح تعلى، جسمك حيكون أحلى، الملابس راح تكون أحلى وأحلى. فخلي ببالك أول نقطة اللي هي جسمك. النقطة رقم الثانية، تهتم بصحة فمك. ولما أقول لك بصحة فمك، أخذ الموضوع بنظر الاعتبار، روح لأي طبيب، أو إذا ما عندك إمكانية أكو مراكز صحية مجانية حكومية، شيك وضعية أسنانك وفمك ولثتك، إذا أكو روائح، إذا أكو سنون مسوسة سويها، إذا عندك إمكانية فتقدر تسوي تغليف، هذا التغليف مال هوليوود يكون فقط قشور، أعتقد سعره $300 أعتقد، إذا عندك إمكانية. أنا مدى أقول لك سويها إجباري، لا، إذا عندك إمكانية. هذا الشيء حينطي عليك طابع أنه أنت نظافة فمك صحية، وإذا تقدر تسوي هذه الابتسامة اللي قلت لك عليها تكون نقطة محسوبة لك ككونك طالب جديد على الجامعة، فحتكون نقطة محسوبة لك. أما إذا ما نهتم بموضوع المظهر فهو موضوع صحي لك، إذا تتكلم حتى ما يكون فمك روائح كريهة أو ما شابه. لأن أرجع وأقول لك الانطباع الأول لربما يبقى لسنين طويلة. النقطة رقم ثلاثة اللي هي نظارة بشرتك. طبعا هسه حتقول أحمد هذه النقاط نقاط ما الشخص برجوازي ومرتاح، لا، الموضوع ترى مو هيك. كل ما بالموضوع أغلب الأمور اللي أعطيك إياها فرضا القاعة ما راح تكلفك هواية، لربما أسنانك نوعا ما، ومثل ما قلت لك إنه رشحت لك أكو مراكز صحية. أما بشرتك فالبشرة عندي فيديوهات هواية حاكي على هذا الموضوع، بشكل أساسي تعتمد على غذائك، وتقدر تستخدم بعض الماسكات اللي تحسن من بشرتك حتى تكون أنت متكامل والكمال لله، أقصد من الناحية الشكلية بشرتك جسمك وأسنانك. النقطة رقم 4 والمهمة والأهم، لا تدخل للجامعة تخيل روحك أنه أنت داخل فيلم أكشن أو فيلم رومانسي، لازم تلقى فتاة أحلامك بالكلية، ولازم ولازم، ترى الموضوع مو هيك أبداً. ادخل للجامعة وحاكي بهذه النقطة يمكن 3 مرات بالقناة، بس يقول لك بالإعادة إفادة. لا تخلي الموضوع فد موضوع شاغل كل تفكيرك أنه أنت لازم ترتبط ببنت من الجامعة، هالموضوع ترى خطأ وحياخذ هواية من تفكيرك وطاقتك ويأثر على دراستك ومصرفك إلى آخره. فنقطة رقم 4، لا تخلي هذا الموضوع من بين أول أولوياتك. إذا الله مقدر لك
راتب لك قسمتك بهالمكان فهو إلك إلك، وإذا ما مقدر لك فلو 900,000 سنة فما راح يكون إلك. فالنقطة رقم 4، لا تخلي الموضوع من بين أولوياتك إنه أنت تدخل الجامعة وتسوي كل هالنقاط على مود ترتبط ببنت وخلاص. فركز لي على هذا الموضوع. النقطة رقم 5، حاول تطور ثقافتك. ولما أقول لك ثقافتك، وقت الفراغ اللي عندك أقرأ لك كتاب. ما تحب تقرأ كتب، ادخل على كتب موجودة على اليوتيوب بشكل كلش هواية، راح تستفاد تطور معلوماتك. لما تنسأل ويا الأستاذ ويا أصدقائك ويا زملائك راح تتفوق عليهم علميا، وبالتالي هالنقطة محسوبة إلك. فكل ما تطور ثقافتك وتقوي عقلك وثقافتك حيكون شيء محسوب إلك، وبالتالي سواء بالجامعة أو برا الجامعة فهو أول تالي ثقافة شخصية. فحاول تستغل وقت فراغك بهذه المواضيع اللي تكرسلها باليوم نص ساعة قبل لا تنام، بساعتين أو 3 ساعات قبل لا تنام حتى ما يأثر على نومك. تقرأ لك كتاب من اليوتيوب أو كتاب ورقي، راح تستفاد كل شيء هواية. والنقطة الأخيرة والسادسة، حاول التصرفات الصبيانية اللي تتصرفها بالمدرسة ويا أصدقائك والصوت العالي وهالتفاصيل تبتعد عنها، لأنه الجامعة مثل ما قلت لك أنه هو اختلاط، عبارة عن اختلاط ما بين الجنسين، وكل شيء محسوب. وخلي ببالك أكو فئة كبيرة من الشباب والبنات يستهدفون هيش نوعيات من الأشخاص في سبيل الضحك، فأنت لا تخلي روحك عرضة للسخرية والضحك، ولربما الناس تستهزئ بيك بسبب إفعالاتك المالها داعي، تحكي بصوت عالي، الصيح بنص الجامعة حتى تجذب نظر شوفوني. ترى هالأمور ما لها أي علاقة بالكاريزما ولا بشخصيتك، وراح تأثر عليك سلبا مو إيجابا. فحاول تكون شخص طبيعي وتصرف حسب طبيعتك، لكن ضمن أطر. أعرف أنه أنت بحرم جامعي، والتصرفات الصبيانية اللي تسويها خارج الجامعة أو بأيام المدرسة انتهت. أنت هسه طور بناء شخصية كاملة متكاملة، لربما بعد الجامعة أنه أنت على أبواب زواج أو أبواب تفتح مشروع كبير. فخلي موضوع الجامعة نقطة انطلاق وتنمية بشرية شخصيتك. فهذا 6 نقاط حاولت أنه أنصحك بها وأستذكر، وكو بعض النقاط أنا شارحها في فيديوهات، أتمنى أنه تكونوا استفادتوا بها. وأرجع وأقولكم، إذا حبيتوا الموضوع وجاب عندي تفاعل وسوالي حافز، لربما أسوي لكم برنامج جامعي، حيكون برنامج جدا ممتع ومفيد. تحياتي ومحبتي لكم.